صفحتنا الأولى خبر في صورة. الخبر يقول: استؤنفت دراسة مادة التربية العسكرية والدفاع المدني للطلبة الكويتيين المقيدين بالصف الثالث الثانوي وما في مستوى، على أن تكون الدراسة على فترتين، الأولى 60 ساعة تدرس بعد انتهاء الدوام الرسمي للمدارس ولمدة ساعتين يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع من الساعة 2:30 إلى 4:30 بعد الظهر. أما الفترة الثانية فمدتها أيضا 60 ساعة لكن بشكل مكثف، وتدرس في نهاية العام الدراسي بعد امتحانات النقل اعتبارا من يوم السبت الموافق 26 مايو سنة 79 حتى يوم الخميس 7 يونيو سنة 1979 بمعدل 5 ساعات يوميا بالنسبة للطلبة الجدد في هذه المادة. والمتخلفون خلال العام الدراسي الماضي 77-78 في مادة التربية العسكرية فسيحضرون الفترة الثانية خلال عطلة نصف السنة اعتبارا من 26 فبراير إلى 11 مارس سنة 1979 إذا كانوا قد انتقلوا إلى الصف الرابع الثانوي.